دعاء لازم ترتاحي، بكرة بدك ترجعي على الدوام. عن إذنكن بدي روح نام. شو هذا اللي عملتيه غزال؟ أنا عطيته المسدس مشان يقتل دعاء، بس من كتر ما أنا ذكي كان رح يقتل حيدر بداله. أنا صار لازم لاقي شي طريقة تخليني أتحكم تصرفاته لروهان. لهلا أنا ما عرفت شو يا أمي. غزل زدت حالة على حيدر فجأة، بس قبل سمعنا صوت قوي وما بيشبه صوت طالع بسبب الشاشة. برأيكم هالأحداث مانا غريبة؟ أنا حاسة في شي صار. بس يا دعاء، لو في شي صار كنا انتبهنا. لا يا ستي، غزل خبيثة أكتر مما بتتخيلي. متأكدة إنها عم تخطط لشي مصيبة، بس ما عم بعرف شو هي. أنا خايفة، المشاكل على طول ملاحقتنا، لإمتى رح نضل هيك قاعدين على أعصابنا؟ عم تقول ناس؟ استني شوي، لحظة. تفضلي. بدي أسألك عن روهان، شفتي شي ما لمحته من زمان؟ على أساس هو بيقول لي وين بيروح بالعادة. لا تقلقي، هلا بيرجع. شكلك ناوي تخرب كل شي ساويناه، مزبوط؟ يمكن ما سمعتني ولا فهمتني وقت حكيتك وحذرتك يا روهان. اصحى بقى، حاجتك سخافة. شو اللي كان بدك تعمله فيه؟ احكي، ليش ما عم تجاوب؟ حيدر كان رح يموت بسببك وانت اللي قوصت عليه. بكفي بقى غزال، انا ما عاد سامحه بنوب بعد كل شي عمله فينا، هو بيستاهل انه يموت. انت جنيت روهان؟ ايه انا جنيت. معناها روح على مصحة فورا. انا ما فيني اعيش بدونك يا غزال. اسكت روهان، بكفي بقى. إذا بتحكي كلمة تانية ما رح سامحك أبداً روهان، صدقني. مين مفكر حالك؟ بدك تقتل حيدر؟ تعرف شو صار لو إنك قتلته؟ خايفة عليه كتير ما؟ شو فيها لو إني قوصته ومات يعني؟ احكي، ليش حاولتي إنه تنقذي لحيدر؟ لتكوني عن جد بتحبي لحيدر وما بعرف؟ وهالشي بيعني انه كانت دعاء عم تحكي الحقيقة. جاوبي، انتي ليش خنتيني؟ وفوق كل هاد عم تخدعيني. انا ما عم اخدعك صدقني، عم توجعني انتي روهان. رح تحسي بالوجع الحقيقي اكتر لما فضي هاد براسك هلأ. شو هاد روهان؟ بعيد المسدس. لحظة، انتي زعلانة مني شي؟ وليش لحتى ازعل منك دعاء؟ انت واعية وما بتغلطي وذكية كمان. استني، اسمعيني عمتي، بعترف انك ساعدتيني كتير وصرت بعرفك منيح وبعرف كل طباعك كمان، حتى لما تكوني زعلانة ومعصبة ومتضايقة انا بعرفك. قليلي، انت ليش متضايقة مني هلا؟ لانه اللي صار اليوم غلط دعاء. ما قدرت افهم كيف زوجك بسجل الشركة كلها باسمك؟ ما فكر بإخواته يعني؟ شو رح يصير فيهم بعدين؟ ما فكرتي بهالشي؟ جولناز، فكرتك ذكية ومرة واعية كمان، بس طلقتي مانك عم تستوعبي اللي عم بصير بالمرة. أنا رح جاوبك على سؤالك، دعاء ما أخذت هاي الشركة مشان تحرم ولادك من حقهم بالورثة أبداً. بالعكس، هاد الشيء أضمن، لأنه بهي الحركة بتنقذ أملاككم. كيف يعني؟ رح أشرح لك، تعي معي. هلأ صرت متأكد إنك بتحبيه لحيدر وما فيك تعيشي بدونه. عملتي حالك بتحبيني كتير مزبوط، بس خدعتيني يا غزل. عم تخونيني؟ ما رح تفهمني، واحد مثلك ما رح يقدر يستوعب شي روهان.
بتعرف شو؟ قوصني بالمسدس اللي بإيدك، قتلني بقى وما تسامحني. أنا برتاح وبيفرحوا الكل، أساساً كل العيلة ضدي يا روهان. الخالة حميدة جابت لي حمار لأهتم فيه، حيدر مفكرني رح دمر الشركة لهيك سلمها لدعاء يلي بدها تطالعني من البيت، لهيك رح يفرحوا بس موت، الكل رح ينبسط. روهان شو ناطر؟ يلا قوصني قوصني، موتني روهان. مستعدة موت بس ما تتهمني اني خنتك بحياتي يا روهان. طالما انت مخلصة لألي، ليش اليوم انقذتي لحيدر؟ ما كنت عم انقذ حيدر، كنت عم انقذك انت. لو حيدر مات عن جد، تعرف شو كان صار فيك انت؟ خفت من النتيجة روهان. فكر شوي، هي بتضل جريمة. صرت اتخيل انه جايين اخدين حبيبي عم اخفر الشرطة.